معايلي طبعا. اقصد كابتن عماد النحاس طبعا في المقاولين طبعا. لا طب استاذن حضرتك كمان زي ما بقول لحضرتك، معانا كمان واحد من اللعيبه المميزين جدا جدا في الستينات والسبعينات واسطوره نادي الاسماعيلي، وراجل اشتغل الحته اللي حضرتك بتتكلم عليها كمدرب وكمان كاستشاري لاحد الانديه في مجال طبعا التدريب، كابتن علي ابو جريشه. مساء الخير يا كابتن طبعاً علي أستاذ. منورنا ومنور البيت الكبير، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا كابتن هاني، كل سنه وانت طيب حبيبي. وحشني يا كابتن. اهلا بيك يا فندم. ربنا يخليك يا كابتن. يا كابتن علي. كابتن علي طبعا بنتكلم في ملف مهم جدا، وحضرتك برضو ناخد رايك في ملف تغيير المدربين بشكل مبالغ فيه في الدوري المصري خاصه في السنوات الاخيره، حضرتك شايفه ازاي؟ والله تغيير المدربين عندنا ضرب ارقام قياسيه. صحيح. وعايز اقول يعني انه البدايه ممكن يعني ممكن تبقى اختيار خاطئ من الاول. لكن انا عايز الفت نظر حضراتكم الحاجه، انه خلي بالك الانديه اللي بتنافس وبنتكلم عليها دي فيها استقرار. ما انا ما اجيبش مدرب كويس ويجي يلاقي كم من مشاكل، ويجي يلاقي اللعيبه مثلا ما بتاخدش حقوقها، ويجي يلاقي كده، فتبص تلاقي دخل في حسبه تانية يعني بعدته تماما عن عمله وعن شغله. يعني اذا انت لازم توفر له كمان، انت مش كله ترمي على المدرب وبعدين تقول للمدرب وبعدين تحاسبه، وانت اصلا ما يعني ما وفرتوش الاستقرار، ما وفرتلوش الاستقرار، او وفرت له الامكانيات او القدرات او اللعيبه اللي ممكن يكون هو طالبها. ودي عمليه مهمه جدا، ان انا يجي ما يجيش مدرب على لعيبه هو ما اختارهمش، وتبقى مشكله لانه بيبقى مش مقتنع بلعيبه ومقتنع بلعيبه. لكن انت كنادي كمان لازم تعمل اللي عليك، لازم توفر له كل الامكانيات الكويسه، كل اللعيبه تاخد حقوقها في ميعادها، ما يبقاش جوه مشاكل اداريه، ما يبقاش معاه ناس مش كفء قوي في العمليه التدريبيه. لازم المدرب اللي يجي وراجل على مستوى مثلا يبقى جنبه حد كمان يقدر يفهمه، يقدر يعني يتواصل معاه. لا في حاجات كتيره كابتن هاني، وانت راجل مدرب كبير وعارف ان الامور دي كلها برضو خفيه على الناس. هو مجرد ما بيلعب ويخسر ماتش واتنين يبتدي يفكر، يقول لك اول حاجه يقول لك جددنا الثقه، وبعدين اللي بعدها على طول يتشال. فالعمليه لا، العمليه لازم ما نظلمش المدرب، لان برضو معظم الادارات عندنا يعني او يعني اللعيبه بيبقى ليهم يعني سطوه شويه في بعض الانديه في حتت. فبص المدرب مثلا ممكن الاداره ما تساعدوش في انه يبقى يطبق حاجات معينه سيستم في عمليه الضبط والربط والحاجات دي. لا، الانديه بتفضل اللعيبه ساعات كتير عن المدرب. لا طبعا انا هاخد من حضرتك برضو وهقول سؤال لحضراتكم كلكم وتجاوبوني عليه. في اعتقادي الشخصي ان كمان لما بيتم اختيار مدرب اعتقد مفيش بيقعد مع مجلس اداره النادي، فبيبدا يتكلم كل مجلس اداره النادي ويقول له والله احنا عايزين نبقى في المربع الذهبي. طيب هل امكانيات النادي تسمح انك تكون موجود في المربع الذهبي في الوقت ده؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان مفيش لونج تيرم بلان، يعني مفيش خطه طموحه لمده 3 4 سنين. يبقى المدرب عارف بالظبط ان انا بعمل مشروع للنادي، وان انا شغال 3 سنين مهما كانت الامور فيها اختلاف، لكن بيكون في اتفاق من الاول ما بين المدرب ومجلس اداره الانديه ان انا الهدف كذا، ولو اتفقوا على هدف يبقى خلاص تحاسب هذا المدرب بناء على وصوله للهدف او عدم وصوله للهدف، ونتناقش فيها يا كابتن علي. ومعانا ضيوفنا، انت رايك كابتن علي؟ كابتن علي على التليفون. كابتن علي الكلام اظن ده بيحصل يعني. طبعا ده الكلام ده ما بيحصلش، هو الكلام ده ما بيحصلش عندنا. وبعدين انت ممكن تقول له انا والله عايز ابقى كذا، طب هل انت وفرت له الحاجات دي؟ يعني هل وفرت له الامكانيات او القدرات؟ لان برضو يا كابتن هاني عايز اقول حاجه، انه المدرب بينجح بلعيبته، انما طبعاً. يعني احاول اضرب لك مثلا احنا في الستينات كان مدربنا والاستاذ جمال يفتكر مستر تومسون. مستر تومسون ده في الستينات وخدنا دوري 67 وكل حاجه، لكن برضو جاء بعدها بفتره كان الفرقه تقريبا اتفرجت شويه وكده، كنا مهددين. هو نفس المدرب. ونفس الحكايه حصلت مع المقاولين مع مايكل ايفرت. وتاكيدا على كده برضو يا كابتن علي، مثلا راينارد سوبل درب في مصر
الاهلي الاهلي وانديه اخرى. مظبوط. ايه اداؤه مع الاهلي وايه اداؤه مع الانديه الاخرى؟ ما انت ممكن تلاقي جدا مدرب يعني ناجح في فريق ويروح فريق ما يحققش نجاح. ده يؤكد امكانيات بقى اللي تفرق، ان هي امكانيات واداره وطموح. ما في، معلش احنا برضو لازم نبقى واقعيين، الانديه المصريه كام نادي بيلعب على البطوله؟ كام واحد؟ اثنين يعني. نادي احنا دخلنا برضو دي دخلنا في قدرات يا استاذ جمال. ايوه كابتن، احنا بنقول بس من لا، هو بيتكلم كمان على ان هو زي ما بقول لك، هو طبعا فرق ما بين انديه بتلعب على بطوله وانديه كمان بتنافس بشكل مباشر. تغيير المدربين زي ما الكابتن علي بيقول، انت لازم تحدد الهدف وتحدد امكانيات وطموحات المدرب. مثال يا كابتن هاني، كابتن محسن صالح لما عمل الجيل بتاع الاسماعيلي اللي خد بيه الدوري، كان بيلعب على انه ياخد البطوله، وكان كل الامكانيات ايامها مسخره داخل نادي الاسماعيلي انه يبقى. ما انا بشوف الاسماعيلي على مدار كل 15 20 سنه بيبقى فيه المقومات يا كابتن علي اللي هي بتكسبه، صح؟ اربع مرات وخد البطوله. خلي اتفضل كابتن علي علق عشان هو دخل في منطقه الاسماعيلي، ما حدش هيقدر يتكلم غير حضرتك. انا قلت له لا، يبقى انت الاسماعيلي كان فيه ساعتها منتخب مصر. ايوه، الاداره وفرت له منتخب مصر، كان بركات وكان الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض ومحمد حمص ومحمد صلاح ابو جريشه وخالد بيبو. ده تاكيد لكلامك يا كابتن. واوتاكا و و و و و و و وحارس مرمى دولي بتاع المغرب. يعني مش عايز اقول ده كان الاسماعيلي كان بيلعب فيه سنتها منتخب مصر. صح، الاداره وفرت هذا. النهارده معلش مع كل التقدير برضه في الاداره عندنا بتبيع احسن اللعيبه اللي عندك، فانت هتخش في ايه؟ هتنافس في ايه؟ انت وقت الكابتن محسن كان عنده لعيبه بالاحتياط. هو ده اللي انا باكد عليه. واحمد زين، احمد فتحي على محمد، واللي كان الناشئين الصغيرين احمد فتحي ومحمد محسن ابو جريشه ومحمد صبحي ومحمد عبد الله. مظبوط. ده كمان ده كانوا يعني كانوا لسه اللي جايين، لكن الاسماعيلي كان فيه فرقه تقريبا منتخب مصر قوتها رهيبه. طب عايز اسال كابتن علي، يعني بمناسبه الاسماعيلي، الاسماعيلي كان نموذج في القضيه اللي احنا بنناقشها دلوقتي يا كابتن علي. الاسماعيلي من اكثر الانديه في مصر تغييرا للمدربين في اخر سنه ونص، 8 مدربين من اول بيدرو بارني لغايه دي جوميز لغايه دلوقتي، 8 مدربين يا كابتن. ايه السبب في ده؟ ما هو الاسماعيلي ده نموذج. هل عدم استقرار اداري، سوء اختيار، سوء لعيبه، يعني زي ما حضرتك كيف تكيف الاسماعيلي؟ هو الاسماعيلي ده هيجاوب لنا على القضيه اللي احنا بنتناقش فيها دلوقتي. دراسه. هي انا بقول لحضرتك دلوقتي النهارده لو انت عندك استقرار فني موجود، دي هتريح المدرب، دي هتخلي المدرب يبقى عمله اسهل وبكثير، لانه برضو احنا ساعات بقى بندي للمدرب اكتر مما يعني من النسب اللي مطلوب يعني المعروف. بنحمله كمان يا كابتن علي، لانك انت ممكن جدا تتعاقد مع مدرب ويجي المدرب انت كرئيس مجلس اداره النادي او بتتفق والله احنا عايزين نلعب في المربع الذهبي او عايزين ننافس. بيجي يبص المدرب، طيب علشان اعمل القصه ديت واوصل للهدف ده لازم يكون عندي امكانيات فنيه وامكانيات ماديه عشان اعمل الكلام ده. لو هو شاف ان الامكانيات الفنيه مش هتساعده انه يوصل للهدف ده، كان طبيعي جدا من اول ما يقعد يقول لهم انا مش هقدر انفذ ده. لكن ساعات الوعود لا، هنجيب لك، طب احنا هندعم، ويبدا أو هو المدرب يمشي الامور عشان يقول لك هشتغل. فبنوصل لنقطه ان فعلا بعد 3 4 اسابيع او 4 5 شهور نقدر نقول ان ولا بيقدر يوصل للهدف. والنتيجه انك بتغير جهاز فني بالكامل. في كابتن هاني حاله كمان موجوده اللي انتوا اشار ليها الاستاذ محمد القوسي، كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف من اقدم مدربي الدوري، صحيح، ولو تجارب كثيره اغلبها مش مكتمل. انا شايفه السنه دي يا استاذ محمد اللي كل الامكانيات متوفره له. استاذ محمد مصلحي برضو الاداره اللي هو رئيس النادي موفر له امكانيات. يعني احنا رحنا زورناهم في الرابطه مع الاستاذ حسن خلف الله، طبعا رحنا زياره فعلا. تحس برضو كان ده قبل بدايه الدوري، تحس لا في حاجه مختلفه. ما هي الامكانيات يعني تتوفر مع مدرب جيد. اعتقد تقدر تحقق نتائج يعني كويس. الاتفاق يعني على من الجميع ان الاداره
مهمة جدا مهمة جدا، والإدارة طبعا هي السبب في تغيير المدربين بشكل كبير جدا في الدوري المصري، لأن هي الفقرة الرئيسية والحلقة الرئيسية بين كل الحلقات اللي موجودة. طب هاخد كمان كابتن علي، حضرتك لسه موجود معانا؟ معاك يا كابتن. طيب نقطة كمان مهمة كابتن علي، أنا شايف من وجهة نظر إنها ليها دور كبير، موضوع الإيجنت، موضوع الوكلاء. اعتقد برضو الوكلاء بتلعب دور كبير جدا جدا طبعا. هم اللي مش انا والله كنت لسه داخل عليه النهارده، بيجي يعتمدوا في الاداره على الوكيل ده جايب ويقول لك ده خذا والوكلاء ساعات بيبقى ليهم اسلوب ساحر، بيبقى ساحر يخلي لك اللعيب العادي ده او المدرب العادي ده ان هو راجل مكسر الدنيا، يعني ما شاء الله شاطرين قوي، يعني شاطر في التسويق. لكن ودي مهنته، شغلته. لكن طبعا لو اعتمدت على كده كاداره ما ينفعش، يعني انت لازم تبقى عارف التاريخ بتاع المدرب ده، درب فين، اشتغل فين، نتائجه ايه، في حاجه اسمها سي في طبعا، سي في مدرب. عندك اداره فنيه هي اللي تقبل تقيم، هي اللي توافق على مدرب او ترفض مدرب، ده صحيح. يعني انت كاداره فنيه يعني ممكن لجنه كوره او اداره فنيه متخصصه هي اللي بتقول كلام الوكيل ده صح ولا بيبيع كلام، يعني بالظبط. احنا عندنا وكلاء منتشرين في كل حي، في كل حي، في كل حي هتلاقي وكيل موجود، انا صح. وكيل اللاعب فلان، انا وكيل كده، حتى العمليه مش باينه مين، يعني المفروض يبقى فيه لايسنس للناس اللي هم، وكابتن هاني عارف الكلام ده، راجل لاعب في اوروبا وعارف ان لازم يعني معاه اللايسنس ومع كده الرخصه ان هو يبقى ده فعلا وكيل لعيبه معتمد وكده، في رسم الباطن بتشتغل، مش كده انا، يعني انا بعرف الوكلاء بيعملوا حاجات غريبه جدا يعني. لا طبعا موضوع لعيبه ومع هنا ومع هنا، موضوع الايجنت دوت موضوع كبير، واحنا يمكن هنا في الكابتن علي اتفضل. كابتن علي ابو جريشه الاسم الكبير وخبره ما حدش يقدر يناقشها طبعا، يعني في فتره معينه كان هو موجود في وادي دجله وتم الاعتماد عليه لبناء من افضل فتراته لبناء طبعا قاعده كرويه في وادي دجله، ده حقيقي. طب حضرتك فين بقى من الاسماعيلي؟ سؤال مباشر وصريح. لا مفيش مشاكل، انا موجود طول عمري، حتى وانا في دجله يعني كان بيبقى في استشاره، كان بيبقى لا احنا عايزين بشكل رسمي، لا احنا يعني ما اعرفش، انا مش يعني مش على اتفاق مع الناس اللي موجوده حاليا وبكل صراحه يعني، وانا مش عايز ادخل الاسماعيلي في متاهات، يعني مش عايزين نبقى في مشاكل، انا ما بحبش المشاكل اصلا. هو الاسماعيلي في متاهات فعلا، ده في متاهات احنا عاوزينك تبقى، هي بتبقى الامور طبعا. اعتقد ان الكابتن علي من الناس اللي بتحب تشتغل في ظروف هاديه جدا، ولازم الناس اللي بتشتغل او هيشتغل معاها يكون على توافق، هو بيجيد العمل ما يعني بيجيدش بقى الحاجات الاخرى لو يعني. انا شفت كمان شغله في وادي دجله على اعلى مستوى، وانا كان ليا الشرف ان انا كنت كمان موجود مدرب في وادي دجله والكابتن علي كان كابتن مصر. هاني الكابتن هاني كنا معانا يعني مجموعه وادي دجله الاساسيه كانت في بلجيكا، والكابتن هاني كان موجود الحقيقه، انا برضو ووصلنا لسه بوصل وادي دجله لنهائي كاس مصر لاول مره الفتره دي في تاريخ النادي، كان على ايد هاني رمزي الحقيقه، ولعبوا في افريقيا عن طريق، واحنا معانا تقريبا لعيبه معظم اللعيبه الاساسيه كانت موجوده وقتها في بلجيكا. فالحقيقه برضو يعني مع ناشئين لعبوا مع بعض العناصر الخبره استعنا بيهم، كان الكابتن ابو العيلة، وكان يعني بعض العناصر الممتازه اللي عندها خبره مع الولاد الصغيرين، كابتن هاني عرف يتعامل معاهم، وكان مهدمة جمال مساعد الكابتن هاني. والعمليه مشت لدرجه ان احنا في كاس مصر مطلعين انبي ومطلعين المقاولين ومطلعين الاسماعيلي، تخيل بال كده وتوصل نهائي كاس مصر مع الزمالك. فالحقيقه ده نتيجه طبعا لكمان تخطيط يا كابتن علي، لان بقول لك الاجواء، كابتن هاني راجل عارف شغله، وكان انسجام، وانا كنت بتدخل في شغله برضه، لانه لازم 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 يبقى كل واحد عارف الحته بتاعته وعارف يشتغل في ايه، ده شغل احتراف. صحيح. ما يبقاش مثلا بياكل وبيبص في الطبق اللي جنبه. لا طبعا. ايوه صح. انا كنت سعيد بالتعامل معاك يا كابتن علي طبعا، كان شرف ليا فعلا والله. يا كابتن هاني صحيح يعني. اتشرفتنا ونورتنا. اتمنى انك تكمل في دجله صحيح يعني، وياما قلت يعني الراجل ده بالناس الممتازه، وبصراحه يعني معرفش يعني ملوش حظ ظهر في مصر ولا لا، ان شاء الله خير. لا ان شاء الله خير. لا من الناس النموذج الناجح اللي يقدر يتعامل
وبيشتغل وفاهم شغله وبيحب شغله. ربنا يخليك كابتن علي، بنشكرك شكرا جزيلا. انا بصراحه مش بقوله كده، انا لمسته. ربنا يخليك كابتن علي. السؤال جه على بالي كابتن علي، ربنا يخليك يعني. شكرا لك يا كابتن علي، وعلى ان شاء الله يعني وعد من حضرتك تكون مشرفنا هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي، ونتناقش في كل قضايا، لان قضايا الكوره كتيره جدا، وحضرتك قيمه كبيره جدا، ان شاء الله تكون موجود معنا في البيت الكبير. بنشكرك شكرا جزيلا.